في أسيوط نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023، حيث أقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة أسيوط، وتأتي في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهاردة الحفلة الحقيقة كانت بتضم عدد من الفقرات، الترحيب والتكريم متطوعي حياة كريمة محافظة أسيوط، اللي كرمنا الحقيقة لبعض النماذج كأفضل مسؤول متابعة في مركز أسيوط، وأفضل منسق وحدة محلية، وأفضل ثلاث متطوعين بمحافظة أسيوط. وده كان الحقيقة تكريم لكل المتطوعين. احنا حاليا بنقدم لهم حاجة بسيطة كده، بنقول لهم شكرا لكم ولمجهودكم العظيم اللي عملتوه، سواء كان خلال سنة 23 كلها وقبل كده، تمام، من خلال المبادرات اللي قمنا بيها، مبادرة بالوعي، مبادرة أنت الحياة، مبادرات كلها كانت موجودة، ولولاهم ما كناش هنقدر نطلعها بالشكل الجميل والشكل الحلو اللي الناس كلها شافته. شكرا لجدعان حياة كريمة على تعبكم ومجهودكم خلال عام 2023، وإن شاء الله مستمرين معانا في كل الأعمال الخيرية والتطوعية وكل المبادرات اللي بتتم من خلال مؤسسة حياة كريمة. أهالينا هم اللي هنشقى ونتعب ليل ونهار علشان نشوف السعادة، وبقول لحبايبنا وزمايلنا من الشباب، سعادتك ورضاك لما بتشوف حد محتاج وبتلبي له حاجته. أنا النهاردة جيت عشان أتكرم من مؤسسة حياة كريمة، طبعا ده شيء فخر ليا وفخر لكل المتطوع في مؤسسة حياة كريمة، وفخر لكل إنسان عاش الأجواء اللي هي محبة للقلب دايما في مؤسسة حياة كريمة. أنا متطوعة من 5 سنين في المؤسسة، قدمت وقتي وكل حاجة، يعتبر المكان ده أنا بديه أكتر من أي حاجة في حياتي، مكان بتديه بدون مقابل، حبك للعمل التطوعي، مشاركات المختلفة، تعرفي على ناس مختلفة، تعلمت حاجات كتير جدا في المؤسسة.